Merci Nathalie. Je souhaite la bienvenue à tous les participants à cette session sur شكرا نتالي، أود أن أشكر جميع المساهمين لحضورهم هذه الجلسة وهي لها علاقة بالحماية الفعالة. اسمي ألان سوغي وأنا أعمل في التنمية. وأعمل في دائرة التنمية البيئية، ومن دواعي سري أن أكون ميسر هذه الجلسة للتسعين دقيقة القادمة. في جلسة اليوم سنناقش كيف المجتمعات يمكن أن تحمي بشكل فعال المجتمعات، وكذلك سنتحدث عن المجتمعات التي تقوم بها المجتمعات وكيف يمكن أن تساهم في الحصول على النتائج بالنسبة للحماية، كما أنها سترينا كيف يمكن أن نمنع العنف، كما أن هدفنا هو تعزيز فهم هذه النهج من قبل عرض أمثلة لطرق مختلفة لكل مجتمع تمكن أن يحمي نفسه من النزاعات المسلحة وكذلك الأمور التي فيها عنف أيضا. سوف نعرض جزءا من التجارب التي حصلت المجتمعات، وكذلك سنناقش أيضا الخبرة الواسعة للمساهمين بطريقة شاملة. كما ترون في هذه الشريحة مع جدول الأعمال أيضا، فإن الهدف هو أن نبدأ بكلمات افتتاحية من قبل سارة برود، إنها تأتي من الوكالة السويدية للتنمية الدولية سيدا، وبعد ذلك بإيجاز سنعرفكم على أن المختلفة بالحماية التي تقوم بها المجتمعات، وبعد ذلك سنستمع إلى أمثلة من المنظمات المحلية والوطنية من كولومبيا وكذلك من كونغو ومن الصومال وكذلك أوكرانيا، وسنسمع كيف أنها تعمل مع المجتمعات حتى تمنع خلق المخاطر بشأن الحماية. والآن مع هذا سنضع سويا مجموعة نقاش لكل إقليم حتى تستفيدون من نقاش أكثر عمقا، وبعد ذلك نعود إلى الجلسة العامة حتى نسمع النقاط الأساسية التي برزت من هذه المجموعات الفردية، وذلك عندنا الكلمات الاختتامية. ولكن قبل أن نبدأ بهذه النقاشات أود أن أعرفكم بالتحدي في الجلسة. دعونا نبدأ بسارة برود، وهي كما قلت أخصائية سياسة الحماية وتأتي من الوكالة السويدية للتنمية الدولية سيدا، وبعد ذلك عندنا أمينة علي عبدي وهي مسؤولة عن الحماية في رياض وفي الصومال، ولينا فينيسا روبيو كينيونيز وهي نائبة المدير المشاريع في أبويار، وكذلك يولاندا لوسانك ومن أوكرانيا، تيتيان كوتاس عفوا من أوكرانيا، ويولاندا من كونغو، وساميول تشونغ في النهاية والذي هو منسق مجموعة الحماية العالمية. شكرا كثيرا لوجودكم معنا. والآن بدون مقدمات سأعطي الكلمة لسارة برود حتى تبدأ في كلمتها الافتتاحية. تفضل. شكرا كثيرا لدعوة الوكالة السويدية للتنمية الدولية للبدحة. كما تعلمون فيزداد عدد الأشخاص المحتاجين للحماية والمساعدة الإنسانية سنويا، وبالرغم من التمويل المتزايد سنوياً إلى حد ما، ما زلنا نحتاج بشكل متواصل للمزيد من الموارد للاستجابة لاحتياجات الأشخاص المعانين من الكوارث. ويبدو واضحاً
وجنب أننا نحتاج للعمل الجماعي سوية لتخفيف تلك الاحتياجات. وفي خلفية تلك الاحتياجات التي نستجيب إليها هو العنف والإساءة التي تقترف ضد المدنيين. ونحن نرى لذلك بأن الحماية يجب أن تكون في مركز الأعمال الإنسانية مع تركيز واضح لمنع ارتكاب ذلك العنف أصلاً. وبنفس الوقت هناك حاجة لدعم استجابة ذات جودة للمتأثرين بالعنف والذين يحتاجون لتلك الخدمة. ونؤمن بأنه لضمان تمحور الحماية في مركز الأعمال الإنسانية وبأن الجهود الجماعية نقوم بها للحصول على نتائج حماية، أي بمعنى آخر تخفيف مخاطر الوقاية، نحتاج لقيادة إنسانية أقوى وزيادة المناصرة حول الحماية. والمسؤولية الجماعية، وهذا أيضا تم إدراجه في التوصيات بشكل مستقل للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لعام السنة الماضية. ولكن بسبب التعقيد الموجود لاحتياجات الحماية، فمن المهم بأن نقول بأنه لا يمكن أن نعالج ذلك من قبل الأعمال الإنسانية فقط، ولا يجب، وإنما يجب أن يكون هناك تقاطعا من مناظير مختلفة، وأن يكون هناك فهما وتنسيقا مشتركا ومنسقا، وأن يكون هناك مشاريع لإنسانية ولبناء المجتمعات أيضا. ولكن أيضا نحتاج أنه يجب أن نكون أكثر شاملين في الحماية الإنسانية مع ملايين الأشخاص الذين يتأثرون بالنزاعات، فإن قدرة الفاعلين في الأعمال الإنسانية ليس كافٍ، ولا يوجد القدرات الكافية حتى نحسن الحماية والسلامة لهؤلاء الأشخاص. بالإضافة إلى ذلك عدم القدرة للوصول للأشخاص الذين بحاجة للحماية والمجتمعات المتأثرة لتحصل على المساعدة الإنسانية يجعل ذلك أكثر أهمية من أن نفكر كيف يمكن الحماية به بشكل مختلف، أو على الأقل نبني على ما هو متوفر أصلا من قبل فاعلين محليين. أعتذر، الضوء سيء. الفاعلين المحليين أو المجتمعات بحد ذاتها على واقع الأرض. أظن بأن اجتماع اليوم يركز على الأهمية القصوى للحماية التي تقودها المجتمع والمبادرات المقدمة من قبل الفاعلين المحليين والوطنيين والمجتمعات بأنها حجر أساس لجهود تخفيف المخاطر التي يواجهها الأشخاص المتأثرين، وأنه من المهم بأن نعرف الطرق الأفضل عن تمكين هذه المبادرات عن طريق اعتماد نهج فعلا تقودها المجتمعات ومحرها الأشخاص سوية مع شركائنا. إنه ذلك مهم بالنسبة للسيدة. نرى أنه مهم للغاية تطوير وتعزيز الكفاءات والأساليب والأدوات لتعزيز قدرة النظام للحصول على نتائج الحماية لتخفيف مخاطر العنف والإساءة والحرمان المقصود. وكذلك نرى بأن عمل الفاعلين الإنسانيين وفي مجال الحماية ينعالون بنشاط التهديد المعرض له المدنيون أثناء النزاعات غالبا غير مرئي أحيانا بسبب تحديات وإظهار النجاحات أثناء أعمال الوقاية. ولذلك نرى أن أحد أولوياتنا هو دعم المبادرات لتطوير الأساليب لقياس أثر تخفيف المخاطر والمساهمة في بناء قاعدة أدلة ضرورية مع شركائنا، مثلا المجلس النرويجي للاجئين. اليوم نرى بأن المساعدة الإنسانية تركز إلى حد بعيد على إيصال الخدمات والسلع، وإذن في تخفيف العنف والإساءة علينا أن نركز أكثر على ما يمكن عمله لمنع من الحصول، وبذلك نكون قد قمنا بحماية الشعوب المتأثرة بشكل نشط. أظن بأننا نحن نقوم حاليا يمكن أن نسأل شركائنا هذه الأسئلة، نبقي حوارا مفتوحا، وعلينا أن نركز أكثر على النتائج الفعلية لحماية هؤلاء الأشخاص، وأن نركز ربما أقل على عدد الأشخاص الذين تصل إليهم الخدمات. إن استحث أنا أعمل والعمل الإنساني تركز كيف يمكن أن نقوم بدعم مباشر للفاعلين الوطنيين المحليين، ليس فقط عن طريق التمويل ولكن المساهمة ذات المعنى، وأن يكون لنا مقعدا متكافئا حول مدة صنع القرار في المنتديات. المداخلات الحالية هي أساسية.
في الوقاية والحماية النشطة، ومن ضمن ذلك من خلال المحليين وتحديد المخاطر ومعالجتها من خلال تخفيف التهديدات، وكذلك زيادة القدرات لأولئك الأكثر استضعافا للتهديدات المستمرة. وطبعا في النهاية نحن ملتزمون بقوة لتمويل مرن على سنوات عددة لدعم المشاركة ذات المبادئ ولبناء العلاقات والثقة، بالإضافة إلى الحصول على قدرة وصول مستدامة. سأنهي هنا، ولكن أريد أن أقول بأنني فعلا أتطلع شوقا لهذه الفرصة للمشاركة اليوم ولتعلم المزيد عما هو ناجح وما يمكننا نحن أن نقوم به في سيدا لتيسير النهج المجتمعي لتحسين الوقاية والحماية النشطة. لذلك شكرا كثيرا لفريق الحماية المجتمعية ولكل المنظمات المشتركة في هذه الفعالية. شكرا. شكرا كثيرا السيدة برود لهذه الكلمات الافتتاحية. أنا متأكد بالحماية ستكون في نصب أعين أعمال الحماية. حتى يكون قيادة جيدة نحتاج إلى الضغط. وعندما ننظر إلى الرؤية القريبة نرى بأن العمل الذي نقوم به نحتاج إليه بشكل متزايد. إن الفاعلين في الحماية والوقاية يعملون بنشاط حتى يخففون التهديدات للمدنيين أثناء النزاع، وهذا دائما غالبا يكون غير مرئيا لأنه من الصعب إثبات النجاحات الموجودة في العمل الوقائي. إن النموذج الحالي للتطبيق غالبا صعب، وكثيرا لا نرى عمل أولئك العاملين في المجال النشط للحماية. موضوع اليوم هو مهم للغاية، ونرى ذلك في عدد المجموعات المجتمعية التي تجتمع في قطاع غزة. كالمستجيبين الأوليين لهذا الوضع التعيس تماماً، وسوية نحاول أن نقوم بنشاط لنشاطات مختلفة لمساعدة ومشاركة المعلومات مساعدة العائشين في ذلك المجتمع. هؤلاء الفاعلين المجتمعيين يقومون بالعمل بالرغم من الظروف الصعبة، ونحن نرى بأن الحماية الشخصية وكذلك المشاريع المجتمعية تزيد قدرة الحماية، أخذنا بعين الاعتبار الموارد الموجودة لأنها هي التي تعرف ما تحتاجه أكثر شيء. وخاصة المجتمعات التي دائما عندها هجمات متعددة والتي توجد في مناطق مختلفة. خلال السنوات الماضية كان هناك على الأقل 3 هجمات التي قتلت عددا كبير فوق 150 شخصا، وهذا أيضا يسبب الكثير من النزوح بأعداد كبيرة، أكثر من 2 مليون شخص قد نازحين الآن. توجد كارثة من ناحية الحماية، ويزداد الأمر ضرورة وخاصة عندما تكون في مشكلة في توفر الغذاء، وعندما نذكر السياق عندما السياق تهديم البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية، كما أن هناك مشاكل سياسية. فكان هناك انقلابين في 2022، بوركينا فاسو عندها شراكة مع أوكسفام وتقوم بالأعمال على مبنية على ناحيتين أساسيتين، تخفيف التهديدات وتخفيف نقاط ضعف للأشخاص الذين هم عرضة للتهديدات الخطر.
ومن خلال هذه المشاركة نريد أن نعزز القدرات حتى نضمن بأن الحماية والوقاية موجودة، ونقوم بذلك عن طريق مشاركة المعلومات عند بناء القدرات، وهذا مبني على المعرفة المجتمعية ومبنية فيها ومركزها ذلك، لأنها تقوم بأن تستفيد وتحسن الحماية المجتمعية. وأيضا الدروس التي نتعلمها نستفيد من أن نحسن جهود الحماية التي نقوم بها يوميا، ونقوم ذلك بشكل فعال بالعمل على الحماية في تلك المجتمعات. والآن سنشاهد فيديو تم تجهيزه من قبل ميس روبويا، وهي تري العمل المنظمات مع المجتمعات المحلية في كولومبيا. ها هو الفيديو الآن. Buen día, mi nombre es Lina Vanessa Rebollo Quiñones, subdirectora de proyectos. فالنسيا، وأنا مديرة أبويار وأعمل لمدة 10 سنوات في تعزيز برامج تعزيز المجتمعات لتنسيق المشاريع للاستجابة الإنسانية. عندي خبرة لمواضيع كثيرة تبدأ من الحقوق الإنسانية والإيجابية، وكذلك أجرة، والتزامي هو تعزيز هذه الحقوق وخلق أثر إيجابي للمجتمع من خلال تعزيز محلات الحماية للنساء في أقاليمنا في أراكو في كولومبيا. وبما أنني جزء من أبويار لمدة 9 سنوات، مجتمع مدني لمدة 22 سنة في التجارب في تطبيق المشاريع حول كولومبيا. وهو هي حركة مهمة في إقليمنا، حيث نأمل بأن نغير الاستثناءات لبعض الأشخاص، وبذلك يكون عندنا مجتمعا إنسانيا وأكثر تكافؤا، وحيث عندنا احترام للتنوع المختلف في مجتمعنا وبناء القدرات حتى نتمكن أن نعيش سوية. ولهذا فإن أعمالنا تركز على عمل يد بيد مع المجتمعات عن طريق تحديد الاحتياجات وفهم التحديات والديناميكيات المحلية والإقرار بالفرص والقوى وقدرة الأشخاص الموجودين عالميا. نحن نؤمن بأن التحول والنقل والواقع لا يمكن أن نضمنه إلا بالمساهمة الفعالة للمجتمعات عند تصميم واتخاذ القرار وتطبيق البرامج والمشاريع التي ستؤثر عليهم عن طريق الاستشارات والبعد المفهوم عن المجتمع والقدرات وتقييمها، وكذلك تطبيق التغذية الرجعية. وعن طريق ذلك يمكن أن يكون عندنا برنامج متأقلمة ونحسن الفرص للمجتمعات التي نحددها، وكذلك يكون عندنا شفافية تامة. وبنفس الوقت أهدافنا هي أن نترك القدرات في المجتمع المحلي عن تطوير المهارات، وكذلك الأمور التنظيمية للنساء حتى تكون النساء مستقلة عند اتخاذ قراراتها، ويكون عندنا تواصل صانعي القرار بكل المستويات المختلفة حتى يتمكنوا ضمان حقوقهم. ولهذا السبب عند مبادرات مختلفة مع الكيانات العامة ومع المجتمعات عن طريق استخدام الموارد والمعرفة، وبذلك يمكن أن نزود دولا أكثر فعالية. ولهذا السبب فإن المشاريع التي نطبقها والتي فيها أعمال طويلة الأمد، فإن عندنا قسما يحتاج أيضا أفعال مباشرة، لأنه يوجد عندنا تأقلما ثلاثي الأطراف، مثلا عندنا مشاكل من تغير المناخ والنزاعات المسلحة، وإن الدولة ليست عندها قدرة كافية لأن تغذي احتياجات المجتمع. لهذا النشاطات يجب أن تعالج، لأن الأثر المتحول يجب أن يكون مستداما لهذه المجتمعات. شكرا. والآن سنريكم الفيديو الذي هيئنا لكم مع الأعمال التي قمنا بتطويرها لهذا المجتمع، وهي الأعمال الإنسانية لحماية النساء والأشخاص الذين ينتمون لمجموعة الميم، والتي قمنا بتطويرها مع الأوكسفام. وشكرا لاستماعكم.
El departamento de Arauca es un territorio que sufre triple afectación. أراوكا إقليم أراوكا فيه نزاعات مسلحة تاريخية عن طريق جماعات مسلحة غير حكومية والتي تتحكم في المنطقة أنها تأثر بالهجرة أيضا والتي تم مواجهتها أدت إلى ثغرات كبيرة في الاستجابة المؤسساتية بالإضافة إلى كارثات في تغير المناخ والتي أثرت على المجتمعات المضيفة والمستضيفة. فعلينا نحن أن نقوم حماية النساء المهاجرات وأولئك أيضا الذين من مجموعة الميم. إن المجتمعات المضيفة في فنزويلا في أراوكا في كولومبيا قد تم التطبيق بشراكة مع أوكسفام كولومبيا وساهم من قبل المجموعة الوكالة السويدية للاجئين وبذلك تعزيز قدرات النساء ومجموعات الميم عندما ينتقلون من فنزويلا إلينا والذين نأمل عن طريقهم أن يكون عندنا مساعدة إنسانية في قسم أنالكا. يوجد لدينا عنصرين تم التطبيق هنا مثلا الخيام النقالة وكان عندنا أيضا أن نقوم بدروس ونصائح واستشارات لها علاقة بمنع الحمل وبالصحة الإيجابية والجنسية والأمراض الجنسية المنتقلة بالعدوى وكذلك أن يكون عندنا أدوات تساعد المغذات وكذلك للحوامل وكذلك للدورات الطمث كما أعطيناهم مسارات ونقوم بالمتابعة بالنسبة للإنفجاني وكذلك زودنا تقييما في مناطق متعلقة بالتمريض والمساعدة النفسية والاجتماعية والنواحي القانونية أيضا. الحماية ورفع الوعي الحمي الوعي بالنسبة للحماية عفوا وإيصال الخدمات وكذلك التمريض والرعاية النفسية الاجتماعية وكذلك الوصول إلى المساعدة الإنسانية نقوم بتغطيتها من الدولة للنساء وكذلك للأشخاص المهاجرين. نحاول أن نقوم بالدعم دعم المجتمعات وكذلك نعطيهم حقوق المهاجرين كما حملات للحماية وكذلك لمنع انفجان ثاني وكذلك بمساعدة الصحة الإيكولوجية مع المساعدة في تعزيز القدرات وتخفيف مخاطر الحماية. بالدعم الذي نقوم بتزويده من عن طريق الحماية تمكن من أن نزود الحماية والرعاية للنساء وعائلاتهم بطريقة فيها كرامة لهم بالإضافة إلى النظر إلى احتياجات المتوسط الأب كما قمنا بماريا وهي عمرها 18 سنة وهي مهاجرة إلى إكوادور في طريقها إلى إكوادور. قالت بأنها عندها دوخان رثية حصلت على رعاية طبية وقمنا بفحص الحمل بالنسبة لها وكانت إيجابية النتيجة ولهذا السبب قررت بأن تقوم بالإنجاب بالمساعدة حتى نتأكد من أن هناك حماية لها وإعطاها دعم مادي وجسمي وتغذوي. هذا حصل عليه بعد الحصول على تصريح طبي منها أثناء طريقها إلى الإكوادور. تعتذر المترجمة لأن المتحدث كاتم صوت. شكرا كثيرا لمشاركتك مشاركتك هذه الفيديو عن تجربة كولومبيا والآن بدون مقدمات سوف نستمع إلى كالونغيرا وهي من الكونغو حيث تقوم بعمل التنسيق هناك. تفضلي سيدتي. Moi, c'est Madame Yolande Kalungero Lusenge. Je suis en République démocratique du Congo et je suis de l'organisation GADOC, qui est un réseau que nous appelons groupe d'associations pour la défense des droits de l'homme et de la paix. Nous intervenons au Nord Kivu et présentement, je suis dans la ville de Butembo.
Nous sommes ici, c'est pour vous présenter notre intervention de ce que nous faisons par rapport à la protection à base communautaire. Nous intervenons dans le renforcement de la protection des... عندما يأتي لحماية المجتمعات المدنية في شمال المنطقة. لذلك بالنسبة لمداخلتنا ولعملنا الوقائي في المجتمع نحاول أن نساهم للحماية المجتمعية ونريد أن نستخدم رسالتين أساسيتين وعلينا أن نعرف من هو يجب أن نتأكد من أن المواطنين عندهم معلوماتهم كمواطنين نقوم بدعم هذا التواصل وإيصال المعلومات ونرفع الوعي جلسة رفع الوعي التي قمنا بتنظيمها في قرى مختلفة ونجمع الرجال والنساء سوية ونحاول أن نعزز حقوقهم وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية في مقاطعتنا من سوء الحظ المنطقة عنيفة تماماً يوجد كثير من النزاعات وأحيانا لا يتمكن الأشخاص من يعرفون ما هي حقوقهم ضمن هذا السياق ولهذا السبب بالنسبة لعملنا الوقائي نحاول أن كل ونعزز كل هذه المعلومات والرؤية على ونضعها ضمن الأساس القانوني التقني كما نحاول أن نعطي مزيد من المعلومات الإضافية للأشخاص النازحين وننظر إلى الخرائط التي نشاركها معهم حتى نرى ما هي الظروف المختلفة ونعطيهم ما هي الموجودة لهم ونشارك هذه المعلومات مع المجتمعات المحلية وكذلك مع المجموعات النازحة. هذه المعلومات يمكن أن نستخدمها بعد ذلك في حالة أن هناك حاجة من الشخوص من الشعوب النازحة أو المحلية كما نحاول أن نعزز التعاون بين المجتمعات المدنية وكذلك السلطات المحلية وكذلك السلطات العسكرية. لذلك عندما نقول السلطات المدنية نحن نتحدث عن زعيم القبيلة أو القرية. لذلك في شمال كوفو عندنا الكثير من القرى التي عندها زعيم هو مسؤول عن إدارة هذه القرية. ويمكنه أن يتحدث مع شعوبه وكذلك مع السلطات. أحياناً يوجد لدينا ممثل لهذه الحكومة يجب أن يكون عندنا زعيم هذه القبيلة. لذلك هنا مرة أخرى رسالتنا هي أن نعزز بأن القرويون عندهم حقوق وكذلك النازحين عندهم حقوق. هذه الأعمال المبنية على المجتمع والترويج على المصعيد المحلي نحن ننظم النشاطات للرجال والنساء والنساء هو جيد لأن تلك الرجال يمكن عندها يكون سفراء في مجتمعاتهم وأن ينشروا هذه الكلمات والمعلومات وما حاولناه أيضا من الصعب وصعب جدا صعب جدا الوضع عندما هناك يوجد نزاع هناك عنف نحن نحاول أيضا
أن نشرح كيف الناس أن يردوا بالنسبة للعنف عندما يكون حائلا، وهناك معرفة عامة لحقوق الإنسان. نحن ذكرنا في هذه الجلسة مع الرجال والنساء سوية، عندما يأتي إلى العنف لسوء الحظ بعض الأشخاص يعتقلون بدون أي سبب، وبعضهم هناك يعتقلون بدون أمر شرعي أو يتلون. هناك العمالة بالقوة، وهناك العنف الجنسي أيضا. للأسف لقد فقدنا الاتصال مع المتحدث. حسناً. أوكي. هناك بعض المشاكل التقنية للأسف. ربما سنعطي الكلمة بعد. أعتقد لقد رجعت الآن. شكراً، أنا آسفة للانقطاع. أعتقد لقد ذكرت رسالتي، وأمل أنكم سمعتم كل هذه الرسائل المختلفة التي نستخدمها في صلاتنا مع المجتمعات المحلية. على الرغم من نحن في وضع سياق صعب، نحن نستطيع أن نرى أن هناك تحسناً ممكناً، وأن نرى النتائج هي تعمل بنجاح. التوعية والترويج يعملان، لأننا نرى بالشكر إلى هذه الرسائل التي وضعناها والتدخلات مع المجتمعات. السكان لديهم الآن الأدوات أن يفهموا، أيضا يستطيعون أن يذهبوا إلى مركز الشرطة وإلى السلطات المحلية وأن يقولوا ويأخذوا حقوقهم. وأيضا نرى الناس أن يذهبون فقط إلى الخدمات عندما يحتاجون الوصول إليها، لأنها هي من حقوقهم. هناك مشكلة فنية مرة ثانية، أنا آسفة. نعم، رجعتي. حسناً، حسناً، هل نستمر الآن؟ وربما يولوند نسألها بعد ذلك إذا ما تريد أن اختتام عرضها لاحقاً. أعتقد ما سمعناه من اليوند هو أمر جيد، عملت أمراً جيداً. بدأنا بتقوية إمكانيات المجتمع وتمكينهم في فهم حقوقهم وتمكينهم في أخذ الفعل. وإذا ما كان لدينا وقتاً لاحقاً أن نستمع إلى العرض مرة ثانية من يولوند، لنسأل الآن السيدة أدي في الصومال إذا تستطيع الآن أن تعرض السياق في صوماليا. تفضل، كلمة لك. شكراً جزيلاً لاستضافتي إلى هذا التقديم عرضي. أعتقد أن لدي الفيديو الآن موجوداً حتى لأنت. شكراً جزيلاً لاستضافتي. لو شارك الأمثلة ما ممكن المجتمعات في صوماليا أنت واللاعبين الآخرين، وأيضاً تقديم والترويج للحماية الشريحة التالية لو سمحتم. كما ترى الأبو، نحن
نختبر الكثير من الالتزامات والفهم التحديات وأيضا الفرص للتدخلات في القطاع وخاصة في السياق في الإقليم. وهناك كيف نحن استعنا أن نذهب إلى المجتمعات وتوضيح النظام XEAR، وهذا كان تحول في الأمور الاجتماعية بالنسبة للعنف وحماية الأطفال الشريحة التالية. وحياتنا في ريابو لقد كانت تركيز على بناء المجتمعات والبنى التحتية والمجموعات لتفهم حقوقهم، في أن هذه المجتمعات إذا واجهوا مشاكل أو حدثت لهم مشاكل أن يكون هناك في بناء المقدرات للمجتمعات على حقوق الإنسان وهذه الرعاية الاجتماعية الشاملة فيما أيضا في العنف وأيضا الوقاية. حتى لكي نفهم الصومالية لقد تعاملت مع الكارثة العنف لسياسة حقوق للنساء وأولادهم، هو من السكان المؤثرين يتعاملون مع هذه الحماية والنزوح والمسؤولية والإخلاء وأيضا العائلات، وهي التي تنبعث عن بعضها البعض. هذه الحماية نقدم لهم في تلك، وأيضا هناك في الأمور الطوارئ نرى هناك حالات متفاقمة للأولاد والمرافقين للأولاد، ويجب أن نتعامل أيضا من العنف الذي مصاحب للجنس، ولقد تأثروا وخاصة بعض الأحيان العنف من الشركاء الذين أيضا أعمال العنف الجنسية الأخرى وتقوية المجتمعات الشريحة التالية. أولا النظام الذي نحن لديها العمل لوصول المجتمعات، وهذه أمور مؤسساتية للمبنين في أيضا القبائل وزعماء تلك القبائل وأن يشركوا في هذا البرنامج، ولديهم أمور اعتيادية. وضعنا هو قانون الشريعة كقانون، يكون هناك مثل ضغط اجتماعي وأن نستمر في مشاركة هذا النموذج، لأن هذا دستور البلد، ومن خلال هذا النظام المجتمعات لقد حافظوا على حماية النفسية تلك، وأن نعطيهم هذا نحن التقدير لهذا المجتمعات. هذه الأمور الأساسية التي نحن عملناها وخاصة من الأقرباء المقربين وأيضا الأمور الدينية، استطاع المجتمعات أن تنجح في ذلك. وهذا النظام يعتنق الحصول على التناغم في المجتمعات الشريحة التالية. وهذا النظام الأول الذي يعمل للمجتمعات هو لم يكن هو كاملا. هذا البرنامج، هذه هي التحديات للمجتمعات. هذا المنحة لقد اعتنق الصوت، ولكي تكون البنات أن يسمعنا أصواتنا والأولاد أيضا، وهناك من الفريق وأيضا من الناس المراقين أن يساعدوا أهلهم بالأمور المالية وحماية العائلة أيضا. وعندما يأتي إلى العنف القائم على الجنس، هذا المساهمة بالنساء هم الضحايا، يكون هناك اضطهاد للنساء للبنات والبنات، وخاصة القائم على العنف الجنسي للحفاظ على كرامة العائلة وحماية العائلة والنساء. إيفا، نحن هناك بعض الأمور نحن وهذا حل دائم لك المشاكل، وهذه
نور المناحي التي عملناها التي عالجناها في النظام، وأيضا كيفية الطريقة في المجتمعات التي نعمل معها. نريد أن نحن سد الثغرة في أيضا بالعمل مع الأمم المتحدة ومنظماتها وملقيين المجتمعات الوطنية، وأيضا في بناء المقدرات والتدريب وحقوق الإنسان، والتأكيد على حقوق الأولاد. أيضا تلك التركيز على ترويج هذه الأمور الجندرية حساسة، ويجب نحن تقويها وتقوية الأمور الجندرية في المجتمع. لدينا نظام أيضا وأدوات صحيحة في حماية الأطفال، حيث نحن نستخدم هذه الشبكة المجتمعية للمعرفة وزيادة نحن جهودنا في هذه الجهود، واعتناق للأهالي الذين فقدوا الأولاد وانفصلوا عنهم، وهذه الروابط للعائلات أن تروا كيف تلك التحديات هي تتفاقم وتتطور على الوقت. وهذه بعض الأمور الاحترازية التي كنا ناجحين فيها، ونحن نقوم بوضع التقرير بالنسبة للمجتمعات في المجتمع، ونرى أيضا هنا بعض الأمور الحساسة، الأمور الجندرية. نحن نطبق لقد المعدة من المجتمعات، وهذا لقد أعطى قوة لعملنا والترويج للعدالة في القانونية، وكيف أن هذا المجتمع رأى هناك دعم من المجتمعات عندما يأتي لأمور بالنسبة للأمور القائمة في القائمة الأمور الجنسية. والآن هم نتحدث بشوط عال، والمثال للضحايا أن يصلوا إلينا للأمور الرعاية الطبية والقانونية، وفي العمل الترويج للأمور المحلية CRC. لقد هناك حماية الأولاد أي بعمر 18، وأن يكون تقرير هذه الأمور خلال النظام المحلي. الشريحة التالية، نحن نعتبر هذه الأمور الأغلبية الأيدي المجتمعات وخاصة الآباء، الأماكن هي صديقة للأولاد والعائلة، وهذا البيئة هي فرصة للناس لتطوير المدارس الأطفال. نساعدهم في تسجيل المدارس في هذه البرامج التعليمية، وفي النظام الكفالح يروا كيف يشاركون في هذه الأمور التعليمية. وأيضا هذه كمنظمة ندربهم على فهم حقوق الإنسان، وشارك جهودهم في هذا الأمور الجماعية الشاملة. هو برنامج 6 أشهر، وهذا أمر واعد ويأتي من المجتمعات وأسلوبهم الإيجابي، وهذا الأمور التي نريد نحن رعايتها وتقويتها، ونحن نصل إلى المجتمع الدولي لمساعدتنا في بناء المقدرات. والشريحة التالية، بالنسبة للتوصيات، نحن نرى التعاون أكثر مع الأمور المحلية، وقمنا بتزويد ودعم لبناء المقدرات والمصادر. نريد أيضا من المجتمع أن ينخرط بشكل فعال أيضا في العمل على هذا النموذج، وتأكد مبادراتهم هي بعض الأمور الاجتماعية الحساسة. نريد استثمارا على التعليمية والتوعية، ورأينا لقد وافقوا على ترويج وتوعية هذه الأمور في المجتمعات، ونرى استثمارا طويل الأمد في الأمور الاجتماعية شاملة. وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا يا عرض رائع. شكرا سيدة عبدي.
لمشاركتنا في هذه المداخلة في الصومال. والآن المتحدث الأخير في من أوكرانيا السيدة أسير تعمل مع المجتمعات بناء على الجبل أو الأمامية في أوكرانيا. تفضلي والكلمة لك. أخيرا لنا تانيا كوتا، وأنا ممثلة للمركز الوطني الذي يعمل في أوكرانيا. الشريحة التالية سأل الآن بشكل قصير حول الوضع في أوكرانيا وخبرنا في عملنا في المجتمعات هنا. هناك روسيا وعملها العمل في 2014، هناك نزوح داخلي لمليون واحد أربعة لأوكراني. المرحلة الثانية للعمل بدأ في فبراير 2022 ودفعوا أمر غير مسبوق لكادة إنسانية في جميع الدولة الأوكرانية القرى، وتم ضربها وقصفها بشكل مستمر، والمناطق التي تعاني من القذف والقذائف والمتفجرات. هناك 30 مليون من الإنسان تأثروا من الحرب الشرحة، طبيعة العنف وهي الهجومات الوحشية أدت إلى تفاقم الوضع للناس المستضعفين في الوضع. 6 ملايين من الأوكرانيين لقد غادروا مناطق أوكرانيا للبحث عن الأمن، 6 مليون لقد تم نزعهم داخليا نزوعهم. في هذا الوضع أول شيء الذي بدأ الاستجابة إلى احتياجات الأمور المساعدة الإنسانية وخلق الاجتماعي ودعم الاجتماعي والمجتمعات على الأرض. أيضا هؤلاء هم الذين قد دعمهم من قبل منظماتنا. الشريحة التالية، هذه المجتمعات بدأت أن تحصل على الطعام، الأمور الشخصية للنظافة والمياه، وإنتاج ووضع للناس في وضعهم في مأوى وآمن لهم. أيضا منظماتنا لقد تم دعم المجتمعات واللاجئين والنزوع والمجتمعات في أوكرانيا من 2016. هذه المجتمعات والمجموعة هي تتعلق تتحد لهدف واحد، مداخلة لمساعدة المجتمعات الأكثر بشكل عام والبناء على المجتمعات في المبادرة لدعمهم. نستخدم المناحي المختلفة وأدوات مختلفة كقرى تحتاج إلى الأفراد. نحن هذا في المنحة، ونحن مراحلنا في فريق المجتمع التعافل على مجموعات الروابط والدعم وتطوير التقوية والتنفيذ، وبعد ذلك تقييم التقدم الحاصل. وأيضا نحن نحاول أن نطبق مناحي مختلفة، منها دعم النشاطات البناء على دعم وطلب من المجتمع بعد التشاور هذا انخراطهم النشيط في هذه النشاطات. ومهم الأفراد، هناك منحة لين في هذه المجتمعات، نحن نعتنق هذا المبادرات والمناشطات ويكون ممثلين للاجئين والنازحين في مجتمعاتهم، وتقوية الخبرات وتطور هذه المبادرات. الشريحة التالية سمعت. لدعم المجتمعات نحن نستخدم أدوات مختلفة مثل الاجتماعات والتشاورات، بناء على المجتمع والتوعية وتعليمية كتدريب والمراقبة والمدارس للشباب. أيضا الحوار على الصعيد الأقليمي واحد لواحد، نشاطات عامة واحتفالات عامة يعتمد على الوضع للمجتمع وبناء على طلباتهم. الشريعة التالية، نحن نستخدم هذا الدعم
نحن للأمور العلمية الترويج ودعم للترويج الشريحة التالية سمعت. أيضا نحن تركيز لإقامة مكان آمن للأفراد المجتمع ودعم مبادراتهم من خلال مساعداتنا وتقديم النقل لهم. أمثلة كبيرة مبادرات هي لمجموعة للنساء النازحات في المدن، كيف يزيدون إلى أماكن آمنة والتدريب. الهدف من هذه المبادرة الرعاية للنساء النازحات تحت وهذه الأمور الشعورية والأمور الجسدية الصعبة شاركت في مجتمعات ودعم هذه الاتصالات فيما بينهن، والدخول هذا المكان الاجتماعي يكون دعم اجتماعي نفسي بناء على احتياجات النساء الذين يريدون ذلك. الشريحة التالية لو سمعتم. والنتيجة لدعمنا من منظماتنا والمجتمعات قوبوا لتطوير هذه المبادرة والاستجابة إلى الفعل من هذه الكارثة والتركيز عليها. هذه النشاطات تأخذ باعتبار الاحتياجات الناس وليس فقط نحن، لكي يكون هناك استدامة في هذه الأمور. المجتمعات لا تنمو نحن بعقلاقيم، وهذه بناء على النشاطات لتساعد في المساعدة على الاستجابة وعلى اللجوء وسد احتياجات الناس، ونحن لتحديد مواقعهم وتأكد هذا النظام يكون هناك استدامة ونتائج. أيضا الشريحة التالية بناء على خبرتنا تطورنا هذه التوضياتهم. الشريحة التالية اللي بنسأل المانحين وممثلين للمنظمات غير الحكومية لتنفيذ كليا برامج سنوية متعددة لدعم تطوير المجتمعات ودعم هذه المبادرات المجتمعات. وأيضا التوصيات للمنظمات الغير الحكومية أن يضعوا جهودهم لتحديد النشاطات ودعمها، وأيضا بشكل مستمر استخدام الأفراد وهذا المنحة في كل المجتمعات وأدوات مناسبة لكل مجتمع لتطوير هذا بشكل سوية في ودعم مبادراتهم بشكل متعدد، بيكون هناك أمور نقدية أو غير نقدية. شكرا جزيلا لانتباهكم وكنوا سعيدة. وأنا مستعدة للإجابة على أسئلتكم بشكل كتابي إن رغبتم بذلك. شكرا. شكرا كثيرا السيدة كوستاس. شكرا لهذا التقرير المثير في سياق أوكرانيا، خاصة في المناطق القريبة للخطوط الأمامية للنزاع والتي تحتاج للمزيد من الحماية والوقاية. بعد أن سمعنا عن هذه الأمثلة الملهمة، نود أن ننتقل الآن إلى شيء مختلف. علينا أن نناقش هذا الموضوع في مجموعات أصغر سننظمها حسب المنطقة وستكون بلغات مختلفة. سنقسمكم إلى 6 غرف، 5 تتجه إلى اجتماعاتها المختلفة وواحدة تبقى في الجلسة العامة هنا. الرجاء أن تنتبهوا أن المجموعة الموجودة هنا في الجلسة العامة سيكون عندها ترجمة. المجموعة هي جنوب أمريكا في الغرفة الواحدة وكذلك الكاريبي. سنتناقش باللغة الإسبانية. الغرفة الثانية ستكون للشرق الأوسط واللغة العربية هناك. الغرفة الثالثة لإفريقيا واللغة الفرنسية. وإذن الغرفتين لإفريقيا، الغرفة الثالثة للفرنسية والغرفة رقم 4 لإفريقيا باللغة الإنجليزية.
أما الغرفة الخامسة في أوروبا وآسيا والهادي وستكون باللغة الإنجليزية، وفي النهاية في الجلسة العامة ستكون عالمية، يمكن كلنا أن نعود إليها حيث تكون اللغات كلها مجموعة ونعود للترجمة كما نقوم بها الآن. بعد لحظة زميلتي ستفتح الغرف المختلفة، فالرجاء أن تنضموا إليها، وكما قلت خذوا اللغة بعين الاعتبار. ضمن المجموعات سيكون عندكم 15 دقيقة لمناقشة ما سمعته وتشاركوا تجاربكم. سيكون هناك ميسرا لكل غرفة، ويعطيكم بعض الأسئلة التي ستوجه النقاش. هذه طريقة حتى نستخدم الوقت بشكل أكثر أفضل. كما سيكون لديكم مكانا يمكنكم أن تشاركوا فيه مع تعليقاتكم كتابيا، وعندما نعود سوية في جلسة العامة فإن ميسر كل جلسة سيشارك نقطة أو نقطتين أساسيتين تم التحدث بها، ونحاول أن نضعها جميعها في وثيقة واحدة نشاركها عن طريق الموقع الإلكتروني. يمكنكم الآن أن تنتقلوا إلى مجموعاتكم المختلفة، وأتمنى أن تستمتعوا بنقاشكم. تذكروا عندكم فقط 15 دقيقة، ولذلك لن يتمكن الجميع ربما بأن يقوم بإعطاء التعليقات، ولكن أتمنى لكم نقاشا مثمرا وممتعا، وأن تكون جلستكم جيدة، وسنجتمع بعد 15 دقيقة هنا. Hi, Elaine. I'm going to allow the participants to unmute themselves in the plenary so that you can have a discussion here. If anyone needs help moving into a room, please just put it into the chat. إن كنت تحتاج المساعدة في نقل إلى غرفة، أرجو أن تضعوا طلبكم في غرفة الدردشة حتى أنقلكم إلى الغرفة المناسبة. يوباوا، يدك مرفوعة، هل تودين أن تذهبي إلى غرفة معينة؟ نعم. هل تسمعيني؟ نعم. أي غرفة تودين الانضمام إليها؟ عندي سؤال عام. أصبري معنا أولا. ألين هي التي ستقوم برأس الجلسة. شكرا. اوكي ميرسي. alors donc je pense que les gens حسنا شكرا. اظن بانه الاشخاص ما زالوا ينتقلون الى مجموعاتهم المخصصة. on a que 15 minutes. عندنا فقط 15 دقيقة. on a des questions qui nous orientent pour faire le travail et puis retenir la. عندنا العديد من الأسئلة التي يمكن أن تساعدنا في توجيه نقاشنا وعملنا. La première question, السؤال الأول هو cette approche communautaire diffère-t-elle du programme de protection. كيف يمكن لهذا النهج المجتمعي يكون مختلفا عن طرق الحماية برامج الحماية المعتادة؟ هذا شيئا يمكن أن نناقشه. سأخذ أسئلتكم وبعد ذلك يمكن أن أعود. سأعطيكم الأسئلة أولا. ثانيا، متى يمكن للمنظمة أن تقرر بأن تعتمد مثل هذا النهج؟ ثالثا، ما هي العوامل الممكنة لمثل هذا النمط من النهج والتي تفضله، وما هي العوامل الأساسية التي يجب أن تكون موجودا حتى نتمكن من تطبيق هذا النهج؟ مثلا التلاحم المجتمعي، الهيكليات والآليات المجتمعية النشطة، الرغبة المجتمع لأن يكون مشاركا، والأخير كيف يمكن أن نعزز
الروح الحماية ضمن الزملاء المسؤولين عن البرمجة. وفي النهاية ما هي الوسائل التي يمكن أن تستخدمها المنظمات غير الحكومية الدولية حتى تدعم علاقات أوثق ما بين مجموعات الحماية الوطنية وخاصة أولئك الذين يعملون على الخطوط الأمامية؟ وما هي الدروس التي تم تحديدها والتي يمكن تطبيقها لتنسيق الحماية في السياقات النزاع المستقبلية؟ هذه هي بعض الأسئلة التي يمكن أن تستخدمها لترشد نقاشاتكم. في عملكم. هل فهمتم ما عليكم؟ إذن نعود إلى السؤال الأول. كيف أن النهج المجتمعي مختلف عن البرامج الحماية الاعتيادية؟ بالنسبة لنطاق عمل الحماية، كيف يختلف؟ كيف تقوم به عادة؟ الو اهلا اهلا، تفضل فيكتور. اهلا، تفضل. أردت أن أقول أننا نحن في جمهورية كونغو الديمقراطية، كيف يمكن أن أنضم إلى المجموعة الثالثة؟ من الشخص الذي كان يريد أن ينضم إلى المجموعة الثالثة؟ أرجو أن تضع طلبك في علبة الدردشة وأحولك أنا. شكرا. حسنا، أظن يمكننا بدء الجلسة الآن. دعونا نناقش السؤال الأول. ألا يود أحدكم أخذ الكلمة؟ حسناً، أرى توجد يد مرفوعة. أنا تفضلي، نحن نستمع إليك. شكراً لمنح الكلمة. أنا أعتقد أن هذا النهج هو الأكثر ملائمة لأنها تسمح للمجتمعات بأن تشارك بقدر الإمكان، وخاصة لأن هذا العمل مصمم خصيصا لهم. من المهم أن يكون إشراكا للمجتمعات في أعمالنا، وبذلك نقوم بتمكينهم من أن يقوموا بتدابيرهم الخاصة، وفي النهاية سيكونوا أكثر إبداعا في نهجهم. هذا الموضوع لنشاطاتهم، خاصة إن كانوا هم الذين كانوا جزءا من تصميم هذه النشاطات. هذه المشاركة ستساعد في تمكين الحصول على نتائج جيدة عند القيام بهذه الأعمال. شكرا لكم. نعم، شكرا كثيرا، شكرا لمشاركتك هذه الأفكار. لقد قلت بأنها الاستجابة الأكثر ملائمة وتسمح للشعوب بأن تكون أكثر مشاركة وانخراطا بما يحصل عندهم، وبذلك نحصل على نجاح أكثر. شكرا كثيرا. هل هناك أي تعليقات أو أسئلة أخرى؟ نعم، غراسيا. أعتذر، لم أعرف أين المكان الأفضل لرفع اليد. نعم، صباح الخير. صباح طبعا نهار جميع. غراسيا، أنا من جمهورية أفريقيا الوسطى. عندما نضع المجتمعات في مركز عملنا، يجب أن نضيف بأن هذا النهج
يشكل الكثير من التحديات. تعتذر المترجمة لأن الصوت المتحدث ضعيف للغاية، لذلك قد تكون الرسالة غير كاملة. ستستمر عندما يتحسن الصوت. تعتذر المترجمة وتقول بأن الصوت المتحدث ضعيف ولذلك لا يمكن الترجمة حاليا. نعتذر عن هذا. نستمر بالترجمة. شكرا كثيرا. سنحاول أن أخذ متحدثا آخرا قبل أن ننتقل إلى آخر. جيرمي تفضل. جيرمي علامة يدك مرفوعة، تفضل. لا صوت. الرجاء رفع الصمت عن الميكروفون. جيرمي ارفع الصمت عن الميكروفون. جيرمي أهلا. حسنا نسمعك الآن، تفضل. أهلا بجميع، أنا اسمي جيريمي. أنا فاعل مجتمعي ومسؤول عن المساءلة. يوجد لدينا الكثير من حالات الحماية، وهذا النهج مختلف عن النهج الاعتيادي. ولماذا أقول ذلك؟ لأن كل عندنا مهمة هي تزويد حماية للمجتمع الذي نخدمه. هذا النهج يقر بأن المجتمع بحد ذاته يوجد لديه أصلا أصول وأسس تكون مفيدة لحمايتهم الذاتية. لذلك النهج هذا يعطي قيمة للمجتمع نفسه، لأنه يسمح للمجتمع بأن يساهم أكثر. وبذلك نذهب للمجتمع ونسأله كيف يمكن أن تحمي نفسك. نحن فقط يمكن أن نحسن ونعزز التعاون ما بيننا والمجتمع، كما أن ذلك يمكن المجتمع من أن تزداد ثقتهم من ناحية أن ما سيكون أكثر استدامة. وشكرا كثيرا. شكرا جزيلا جيريمي على تعليقاتك. لنستمر الآن السؤال التالي. peut-elle décider d'adopter ce type d'approche? متى المنظمة تقرر كمنظمة أن تعتنق مثل هذا المنحة؟ oui. هل هناك أي أفكار؟ أي هناك ردود فعل؟ رواندا؟ أرونغا؟ مرحبا جميعا، تفضلي. أحاول باللغة الفرنسية، ولكنني أنا متحدث باللغة الإنجليزية. ليس من السهول الوصول للمجتمع، وتنفيذ تلك النشاطات يجب أن تقرر اللحظة المناسبة والتوقيت الصحيح. حسنا شكرا. التالي، هل هناك نسال اعتناق هذا المنحة ومتى؟
يكون هو ممكنا. مرحبا. نسيت. نحن كيوندي كمنظمة نحن مقرنا هناك. أعتقد هناك بعض الأمور في نشاطاتنا في تلك المنحة. يجب أن نفهم يجب أن نعتقد هذه المجتمعات وهذا أمر واضح نحتاج من البداية أن نحن أن نشارك السكان. إذا بتفكر بمنحة هو يقاد مدى المجتمع تحتاج إلى أن تشارك وخرط المجتمع في تلك النشاطات. يجب عليك عندما تصيغ هذه يجب نحن نخرط المجتمع وأن نفكر بالمجتمع ويكون لدينا هذه الفكرة كيف نحن نخرط ونشارك نجعل المجتمع مشاركا. دعيني السؤال التالي، هل هناك بعض العوامل أخرى لهذا المنحة؟ أنا آسفة للانخراط. بعض الأحيان لقد هناك مشكلة في المشاركة في الغرف الفرعية، يجب أن ننتقل هناك. أنا آسفة لهذا. حسناً، شكراً. C'est bon? Bien. الجميع هنا الآن موجود. نعم الجميع موجود هنا. Alors bienvenue à tous. مرحبا بكم مرة ثانية. أمن كان لدي الوقت أنكم ناقشتم في مجموعتنا كانت هي مثيرة. أريد أن أسأل ممثل لكل مجموعة بشكل مختصر نشارك معنا واحد أو اثنين من المواد التي تم ذكرها في المجموعة بشكل مختصر. الغرفة الأولى لو سمحتم، لينا تفضلي الكلمة لك. مرحبا وشكرا. نحن وصلنا إلى عدة نقاط ولم نستطع إلا وصول إلى السؤال الأول. السؤال الأول يركز على الاختلافات بين المنحة المبني على المجتمع والأمور البرنامج الرعاية التقليدي، وكلنا نحن وافقنا هناك بعض الاختلافات وهناك أيضا أمور تكميلية. فما النتيجة التي وصلنا إليها تعتمد على التعليقات الموجودة في الغرف الفرعية، وإذا هي تكمل بعضها برنامج الرعاية يركز على مساعدة حالية التي نحن عرضناها وتقديم الخدمات والأمور في اللحظة الحاسمة للمجتمعات، بينما هذا المنحة القائم على أساس المجتمع ينظر إلى أمور طويلة الأمد لكي المجتمع يشارك وليكون هناك تشارك فاعل للمجتمع. وأيضا هذه العملية نعترف كل هذه الآليات الحماية التي تقدم للمجتمع التي حيث الصعيد المنظمات المحلية والدولية تكون في السياق. المجتمع هو الذي يجب أن يكون لديه اليد الأعلى في هذا السياق، وعندما نصل إلى بعض الحلول الممكنة المجتمع قد تم تطويره، بينما الحماية هي تكون لحماية نفسهم. المنحة القائم على الحماية بالمجتمع، القيادة بالمجتمع، أن يكون هناك قوة المجتمع، تعتمد على قوة المجتمع. شكراً الكلمة لك.
شكرا جزيلا. سارة تفضل الكلمة لك. يعطيكم العافية جميعا. هناك نقطتان علي أن أضيفهما. النقطة الأولى هي اتفقنا أو هناك إجماع أن النهج القائم على المجتمع هو علينا تغيير هذه العقلية نحو أن الفرد في المجتمع هو متلقي، هو ليس فقط بمتلقي إنما هو شريك في الكثير من الأحيان في البرامج التي نعتمدها. النقطة الثانية هي عملية التشبيك بين السلطات المحلية، التشبيك بين المنظمات الحكومية المحلية والعالمية. عملية التشبيك تساعد المنظمات وتساعد الأفراد تساعدنا في كثير من المراحل، خاصة نحن نعيش في منطقة معرضة للأزمات أكثر من غيرها. هذا التشبيك قد يساعدنا أن نتخطى مراحل في التنظيم، وقد يكون التطبيق ملائم أكثر للمجتمع الذي نعمل به. شكرا. Merci beaucoup à Sarah. On va passer à Yolande qui était en salle 3. شكراً جزيلاً. تفضل الغرفة الثالثة. OK, merci beaucoup pour la parole. شكراً جزيلاً. بالغرفة الثالثة. على ما تم أيضاً إضافته في الغرفة. نحن نركز على الحقيقة أن بينما المجتمع لدي حق هذه المعرفة الكافية للمشاركة، من السهل وفي مشاركة السلطات المحلية لوضع حلول. لدينا نحن خبرة مثيرة مشاركتها مع بوركينا فاسو، وأيضا لدينا الوقت تغطية هذه العوامل المفضل الحماية بشكل عام ضمن المجتمع. هذا حل مستدام للحماية، هذا يمكن بناء مقدرة قوية للمجتمع. وهذا كيف يمكن لنا نروج الوصول إلى خدمات مختلفة أساسية. وأختتم هنا، السيدة أحملو شاركت معنا الحماية القائمة على أساس المجتمع تروج انخراط المجتمع لإيجاد حلول وحلول مستدامة ومشاركة كل القياديين على كل الصعد. شكراً يولا. مشاركة الغرفة الرابعة آمنة. شكرا. لأن يكون الوصول إلى نحن أمور وسطية وتوافق، خاصة من التقليدية حيث التركيز حول الملكية وخرط المجتمع في التنفيذ وصياغة والسلطات المحلية هم يريدوا التدخل منه، والمجتمعات تحتاج لهذا. والطناق هذا المنحة يأتي بحاجة ما نحتاج إليها لجهود الحماية، وأيضا المجتمعات أن تستمر بما هي تريده بشكل فاعل في المشاركة في تلك النشاطات الإيجابية، وأيضا البناء المقدرات لقوة تحمل القوة المجتمع. واحد المشاركين قال لنا أهم
أن نثق بين المجتمعات تكون هناك ثقة، لأن بعض الأحيان من السهل أن ننفذ تلك الأمور والدروس، أن يكون دعم للمجتمعات المحلية وسد الثغرات بين المجموعات الحماية التي تفشل بعض الأحيان وخاصة في المنظمات، وتقوية مساهمة في المجموعات لاستدامة تلك الحماية. وما أتينا نريد الحكومات وأيضا من السلطات المحلية وعلى هو تدخل مستدام، وأيضا للأمور الاجتماعية المتكاملة والمتناغمة والمجموعات الرعاية، التركيز على حماية رعاية الأطفال والعفو القائم على أساس الجنسي، ووضع هذه الأمور الاجتماعية الشاملة، أن نضع هذه الأولويات في المستقبل ونريد تدخلا في تلك الأمور. وشكرا جزيلا لكم. آمنة تفضلي. آمنة الغرفة الخامسة. تاتيانا، ناقشنا بعض من الأسئلة وحصلنا على استنتاجات. أولا، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ضم الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل المجتمعات. ثانيا، أحيانا نواجه صعوبة في تأسيس التعاون مع السلطات المحلية، لذلك يجب أن نحاول نهجا مختلفا حتى نؤسس معهم تعاونا، وإن كان ذلك غير ممكن نحاول أن نجد مسارات أخرى، وبذلك لا نخلف أحد وراءنا. أما النقطة الأخيرة وهي مهمة برأينا، هي النزاع عندما يصبح طويل الأمد فيصبح أكثر صعوبة للمجتمعات لأن تستجيب لاحتياجاتها وتحتاج للمزيد من الدعم بذلك. شكرا. ربما ريتشل من مجموعتي عندك المزيد لتقولينه. أظن بأنك تحدثت عن كل شيء. شكرا. شكرا كثيرا. أنا سألخص عن بنياب عن مجموعتي. لقد وافقنا أيضا بأن العمل المجتمعي هو أيضا الطريقة لتمكين المجتمع، وبذلك يمكن للمجتمع بأن يطبق بشكل أفضل الأعمال ويخفف المخاطر ويحسن النتائج. هذا أيضا يكون حلا مستداما، وبهذه الطريقة يمكننا أن نطور الأعمال طويلة الأمد، وبذلك عندما يترك الشريك الدولي فالحلول التي تم تطبيقها يمكن أن تبقى. هذا كل ما لدينا في مجموعتنا. شكرا كثيرا. والآن نود أن نشكر الجميع لهذه المشاركة الفعالة، كانت ورشة عمل فعالة فعلا. ولكن قبل أن أعطي الكلمة الآن لسامويل تشانغ لكلماته الختامية، أود أن أهنئ كل المتحدثين اليوم. شكرا لمشاركتكم كل هذه الأمثلة عن عملكم في المجتمع. شكرا كثيرا، إن مساهمتكم ممتازة. أود أن أشكر المترجمين الفوريين أيضا. أشكركم لمشاركتكم في هذه الجلسة، وشكرا للجميع. شكرا للمنظمين، و
شكرا لمناقشكم معنا هذا النقاش، هذا الحديث المهم، وشكرا ايضا لكل اولئك الذين يعملون في خلفيه هذه الفعاليه. انها كانت جلسه نشطه وديناميكيه فعلا. شكرا للجميع. سامويل تفضل، الكلمه لك. تفضل. شكرا كثيرا لك. شكرا كثيرا ألان، ودعني اشكرك ايضا لتيسير لهذه الجلسه الرائعه لهذه الفعاليه المهمه للغايه. سأكرر ما قالته أمينة من مجموعتها، حيث قالت واضحة بأنه يوجد اتفاق ضمن مجموعة الحماية بأن هذه أولوية لنا. أنا كنت معجبا تماما في المنظمين الذين هم من المجلس النرويجي للاجئين، مجموعة جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان والسلام، لمداخلاتهم الرائعة حول العالم. لقد تمكنا من أن نسمع من كولومبيا إلى كونغا والصومال وأوكرانيا والمزيد في عرض مقنع للغاية ومحمس تماما كيف ما يقوم به المجتمع في الأمور الإنسانية حول العالم، وخاصة بالنسبة للحماية المجتمعية، حتى أي الحماية الذاتية لتطوير الوقاية بشكل فعال. إن هدفنا في الأعمال الإنسانية والحماية هو دائما منع أو تخفيف الأذى للمدنيين ودعم حصولهم على حقوقهم، وفي ذلك فإن تركيزنا طبعا سيبدأ بالواجبات الدولة وأطراف النزاع والسلطات، وكذلك على المستويات الوطنية والمحلية لحماية الأشخاص. ولكن المشكلة دائما تركز النموذج على العوامل الخارجية الذين يقبضون الدعم للمجتمعات المتأثرة، ومع أنه غالبا يوجد قدرات عند المجتمعات ولكن لا نفهمها أو لا تكون مرئية بشكل كاف كما سمعنا. ونركز كثيرا على عوامل الفاعلين الخارجيين وتعزيز قدرة التحمل وآلياتها وتعزيز الصمود وأن نوثق الخروقات إلى آخره، ولكن المجتمعات وقدراتها هي تحت مظلة الأغراض، كيف يمكن أن نبني التحمل أو آليات التحمل. وهذا يعني بأنه لا نقر تماما مدى كيف أن هذه المجتمعات يمكنها بشكل فعال أن تؤدي إلى حماية نفسها، وهذا هو التحدي الذي أمامنا اليوم. هل يمكن للحماية المجتمعية بأن تبدو ليس فقط كهامش، وإنما أن تكون هي رأس الرمح حتى نحصل على خطط استجابة عبر القطاع وعبر الإقليم؟ هل التغيير يمكن أن يحصل بأن ننظر إلى هذه النقاط المفقودة في المجتمعات حتى نحصل على نتائج حماية لهذه الكوارث؟ خلال السنوات العديدة هذا النموذج يتغير. نحن نبدأ بمعرفة القيادة للمجتمعات حتى في الكوارث الأكثر تعقيدا حول العالم، وكمجتمع حماية نحن ملتزمين لهذا المسار. إنه واضح بأن النهج المجتمعية تعطينا مسارا لتحسين الاستجابة وتخفيف المخاطر والاستجابة والحماية بإعطاء التحكم بقرارات والموارد للمجتمعات المحلية حتى يقوموا بحماية نفسهم، وهذا طبعا مبني على الإقرار بأن الفاعلين المحليين هم الذين عندهم المعرفة السياقية والعلاقات والثقة لأطراف النزاع، وفيها قادة قواد مثلا سواء كانوا زعماء القبائل أو القرى كما أو المختار أو ما شابه حول العالم، كما أنه له علاقة بأن المجتمع تكون قريبة على مناطق النزاع وقدرة للحصول عليها حتى في المناطق الأكثر صعوبة بالعمل بسبب الظروف. أحد التحديات التي تواجهنا هو بأن نأخذ ذلك إلى الأمام، بما أننا نعرف أن العمل المجتمعي يمكن أن يؤدي إلى نتائج للحماية، كيف يمكننا أن نطبق ذلك عبر الطيف الكامل للنتائج؟ سواء من ناحية استجابة للطوارئ وكذلك للمعافاة طويلة الأمد، وليس فقط في المشاركة وصياغة إيصال البرامج، وإنما في المنع والحماية النشطة. هذا هو عبارة عن مشروع مشترك كمجتمع إنساني. نحن نريد أن نحول التركيز أكثر من منع ما يحصل، وبذلك نكون نشطين، ليس ننتظر للأذى الذي يمكن منعه أن يحصل قبل أن نتخذ العمل. وكما قالت سارة برود من سيدا في كلماتها الافتتاحية، كيف يمكن أن نركز على الأشخاص أن نحميهم بدل من أن عدد الأشخاص الذين يمكن أن يصلوا إلى خدماتنا؟ كما نعلم بأن الفاعلين المحليين المجتمعيين يجب أن لا يعملوا لوحدهم، لذلك سؤال لنا كقطاع أوسع وكذلك المنظمات والحلفاء العالميين،
كيف يمكن أن ندعم هذه النقلة وبذلك نخفف المخاطر ومشاركة؟ هل بأن نجد طرقا لتوسيع وتسريع هذه الآثار؟ كيف يمكن أن نضمن بأن نحصل على موارد وتمويل؟ وكيف يمكن أن نعمل سوية بشراكة حقيقية حتى نمكن أكثر هذه القيادة العالمية والمجتمعية بأن تكون نشطة؟ ومرة أخرى حيث يمكن أن نساعدهم في بالنسبة لمساعدتهم في ساعة الحاجة، كيف يمكن أن نساعدهم نحن وشركائنا الدوليين في تأسيس فرق للعمل على المستوى المجتمعي وحمايته؟ هذا يعطينا فرصة لأن نساعد زيادة الرؤية والاستثمار وأن يكون هناك تعليما أعمق وممارسات أفضل مما يؤدي إلى هذه المنطقة الحيوية تماما، وهي الحماية، جهود الحماية المجتمعية كممكنة للحماية النشطة. يمكن أن أقول أن كمجموعة حماية عالمية نحن كمجتمع لنا أصحاب مصلحة، نحن ملتزمين بأن ندعم الدور المهم تماما للأشخاص المتضررين في المجتمعات لتطوير دور الرعاية. الحماية هي ليست نشاطا يقام بالنيابة عن أو من أجل الأشخاص المتأثرين بالكوارث، وإنما يقوم بها المجتمعات المتأثرة، وإن عملنا طبعا هو أن نزيد التمكين للدعم وأن نكون متكاملين معه. ولذلك مرة أخرى أشكركم جميعا لانضمامكم، وخاصة للمنظمين وكذلك الآن لدورك اليوم كميس الرائع، وليلى من كولومبيا، ويولاند من كونغو، وألينا من الصومال، وتاتيانا من وأولئككم لكم الذين انضممتم إليهم. من الواضح تماما أننا نحن كمجموعة حماية متحدين ومتفقين حتى نطور مثل هذا النوع من الحماية، نهج الحماية المجتمعية يجب أن تكون نشيطة حول العالم. لذلك أشكركم جميعا مرة أخرى وأتطوع شيئا كثيرا لأن نزيد هذه الخطوات في المستقبل. شكرا.